التظاهرة هذه شنو هما الأهداف نتاعها؟ الأهداف نتاعها هي توعية السكان على ضرورة التوقي من مخاطر التغيرات المناخية، الحد من تأثيرات التغيرات المناخية عبر التحكم في استعمال الطاقة الأحفورية، كذلك استعمال الطاقات المتجددة. بيان سور انتوما باش تقولوا علاش المواطنين معناتها شنو دخلهم في التغيرات المناخيه والكل، رانا كل واحد من الموقع نتاعو مساهم حتى ولو شويه في التغيرات المناخيه. دونك اليوم الناس الكل مع بعضنا نجموا نتحركوا ونجموا بجيست صغير نساهموا في التقليص من تاثيرات التغيرات المناخيه. وعلاش السنة التشجير؟ علاش لاكسيون البري لونسمون دو ارث اور هو التشجير؟ كيما نعرفوا الناس الكل دور الغابات في سيكستراسيون دو كربون، معناتها هي تمتص الكربون سي او 2 ثاني اكسيد الكربون، وكل واحد كي يزرع شجره هو يساهم بطريقه مباشره في الحد من التغيرات المناخيه. دونك هذاك علاش قلنا السنه نعملوا حمله تشجير باش نلانسيو بها ليفينمون ارث اور. ليفينمون ارث اور اللي هو باش يصير لو 25 مارس لهنايا في الطومبل ديزو، بون مش لهنا لهنا، مي في الطومبل ديزو ان شاء الله نطفيو الضو من 8:30 ل 9:30. اللي باش يحضروا بيان سور مرحبا بكم الناس الكل في ليفينمون اوفيسيال في زهوان، مي زاده حتى في دياركم ميم سي نتوما لهنايا بالتليفون، اما نطفي الضو الزايد عليك، مش مثلا تنحي البريزنت الفريجيدير ولا تسكر التلفزه، لا الضو الزايد عليك اللي ماكش قاعد تستعمل فيه. ونوصيوكم باش تكملوا تحت عليه بالاشجار هذايا، وكيف ما احنا خليناكم في زهوان في الحاله هذه ماذا بينا تحسنوا. مرحبا بهم الناس الكل، وجدي يا بيئة المواطنين المساكنين المحمية تاع جبل زغوين وجبل زغوين كلهم اللي هما قرابة 200 عائلة اللي هما مستنفعين بالحاجات اللي يقوم بها جديا، معناها كفورماسيون كغراسة أشجار مثمرة كسياج كبرشا حكايات، معناها تشجيع على المناطق الخضراء في المحيط الحضري. وإن شاء الله على بركة الله نبداو التظاهرة تاعنا. اليوم هي نجم نقولوا هذه تظاهرة وطنية حابين نقوم بها في مدينة زغوان. أولا تبدأ التظاهرة هذه بغراسة نتاع أشجار شجرة النسري أساسا في الحديقة الوطنية بجبل زغوان، يليها تظاهرة ثقافية بيئية بمعبد المياه، وفي اخر اليوم ان شاء الله باش نعلنوا على هذيك طفي الضوء الاقتصاد في الطاقه بالنسبه لساعه من الزمان من 8 حتى ل 9 تاع الليل في مدينه زهوان، وهذا بون نحب ماذا بينا في انحاء الجمهوريه كامله. الحمله هذه تتمثل في غرس 300 شجره من نوع الخروب والنسري بحديقه زهوان، هذايا كما قلت لكم للاعداد للتظاهره اللي ان شاء الله باش تكون يوم السبت القادم 25 مارس بفضاء معبد المياه بزهوان، نطفيو من خلالها الاضواء مده ساعه من 8:30 ل 9:30 نتاع الليل، وهذه دعوه الى كافه الجمعيات ايضا المؤسسات الحكومية اللي تستعمل برشا طاقة، أيضا إلى مؤسسات والشركات الخاصة والمعامل والمصانع للتنقيص من استهلاك الطاقة من خلال ساعة فقط نطفيه من خلالها الأضواء اللي ما نحتاجوهاش. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله في حاجتنا خير وإن شاء الله في تقدم. Président de l'association Earth Hour Tunisia. Bon, l'association تكونت عام 2015، خدمنا دي بروجي dernièrement مع la MPE. Ou déjà, nous sommes des bénévoles depuis 2013 مع WWF, l'événement Earth Hour Tunisia. Je vais vous montrer un peu de goût.
الحبوب الكل بعد الفطور.